طيب دلوقتي احنا عارفين ان احنا عندنا نوعين من اللينكس. اول نوع اللي هو بوينت تو بوينت، يعني جهاز لجهاز، هوست لهوست او نود لنود، والنوع التاني البرودكاست. والبرودكاست ده الحقيقة فيه بقى كلام كتير علشان نعرف احنا ازاي هنقدر نتعامل مع اكتر من جهاز على نفس اللينك يتكلموا مع بعض في نفس الوقت، ماشي، او يفضلوا يتكلموا مع بعض عموما، وازاي نمانج الكلام بينهم مع بعض. فالموضوع عامل زي مثلا اللي انت عملت اجتماع ما بين 15 واحد وعايز الموضوع يمشي ايه بهدوء، يعني مش عايز يبقى فيه دوشة وكل واحد يقعد يقول رأيه ويبقى ايه الدنيا مش منظمة. فانت لما يبقى فيه برودكاست، يعني لما انت تعمل برودكاست لينك، يبقى انت لازم يبقى فيه اكتر من طريقة علشان تعرف ايه، تعرف تدير اللي هو الكلام ما بينهم. زي دول مثلا، دول كلهم على نفس الايه، على نفس مثلا الواير، او دول كلهم على نفس الواي فاي، وبالتالي انت لازم تبدأ تدير تشوف مثلا مين اللي بيبعت دلوقتي، مين اللي بيستخدم اللينك، الباقيين ما ينفعش يستخدموها، هكذا. ايه بقى اللي بيدير لينا الموضوع ده؟ هو اللي هو المالتيبل اكسس لينكس، ماشي، اللي هو البروتوكولات الخاصة بالمالتيبل اكسس لينكس، ماشي. طيب يبقى تاني، يبقى انواع اللينكس اتفقنا اللي هي بوينت بوينت وبرودكاست. اتفقنا البوينت بوينت ده موضوع سهل، بيستخدم فيه بوينت بوينت بروتوكول، ويعني عادي ما فيش اي حاجه، بيبقى لينك ما بين ايه، سويتش وهوست، او هوست وهوست، او كلام من ده، ماشي، ما فيهوش مشكله خالص الحوار ده. الحاجه التانيه بقى اللي هي البرودكاست. البرودكاست ده زي ما اتفقنا اللي هو اكتر من جهاز، اكتر من نود على نفس الايه، على نفس اللينك، وبالتالي احنا محتاجين نديرها بشكل كويس يعني. طيب يبقى مين اللي هيدير لنا الموضوع ده؟ هو المالتيبل اكسس بروتوكول، واحيانا بنختصرها وبنقول الماك بروتوكول. محدش يجي يقول لي ان دهوت اسمه الماك ادرس، لا خالص، انا هنا قصدي المالتيبل اكسس ايه بروتوكول، وهنبدأ نتكلم عنها ان شاء الله دلوقتي، والطرق وكل الكلام ده يعني. طيب سنجل شيرد برودكاست شانل، يعني انا عندي بيبقى عندي شانل واحده بس، وبيبقى عندي اكتر من نود، يعني عندي اكتر من جهاز، فطبعا بيبقى يعني معرض ان يحصل فيه ايه، كوليجن. ليه يحصل كوليجن؟ يعني نفترض دلوقتي ان نود في نفس اللحظه، في نفس اللحظه اتبعت لها تو سيجنالز، وبالتالي طب هترد على ده ولا هترد على ده، فهيحصل حاجه زي ايه، تصادم، ماشي. وبالتالي مالتيبل اكسس بروتوكول جه يحل المشكله دهيت بكذا الجوريزم عشان نحدد النود هتتصرف ازاي في حالات الايه، الكوليجن، وعلشان اصلا نحاول نمنع حاله الايه، الكوليجن، ماشي. هنسيب دي دلوقتي علشان احنا مش هنفهمها لو قراناها دلوقتي، فاحنا هن ايه هن هنقرا ده الاول. عندنا 3 انواع من البروتوكولات، ماشي، او اللي هي بتاعه المالتيبل اكسس بروتوكول. اول واحد الشانل بارتيشننج. يعني ايه شانل بارتيشننج؟ دي احنا عارفينها واخدناها قبل كده، اللي هي التي دي ام والاف دي ام، اللي هو تايم ديفيجن مالتيبلكسنج. و احنا كنا خدنا قبل كده تايم ديفيجن مالتيبلكسنج والايه، فريكوينت ديفيجن مالتيبلكسنج، صح. احنا هنا هناخد يعني حاجه مشابهه جدا ليها، اللي هي تايم ديفيجن مالتيبل اكسس. عايزين نوزع الشانل اللي عندي على مجموعه من الايه، على مجموعه من النودز، ندي لكل نود نديها ايه، نديها وقت معين تبعت فيه، ماشي. ولكن طبعا اهو مثلا ان النود الاولى تاخد وقت، التانية تاخد وقت، التالتة تاخد وقت، وهكذا. وبالتالي انت قسمت الكابل اللي عندك او اللينك اللي عندك لمجموعة من الايه، مجموعة من تقدر تقول مجموعة من القطع، مجموعة من الفريم. كل فريم هتحدد فيه او هتديله ايه، تايم سلوت. يعني ايه تايم سلوت؟ يعني هتديه وقت معين لكل نود اللي هو يقدر يبعت فيها بس، ماشي. كأنك انت زي ما انا قلت، زي ما انت قاعد في اجتماع، هتدي لكل شخص مثلا 5 دقايق يتكلم ايه، يتكلم فيهم. ولكن هنا ظهرت مشكلة، ان هو لو الشخص ده اتكلم 2 دقايق، ما ينفعش ال3 دقايق الباقي دوت اي حد يتكلم، صح ولا لا؟ وبالتالي في هنا برضو يعني ممكن يحصل ان الموارد يعني هتضيع على الفاضي، يعني الحاجة هتفضل ايدل، صح ولا لا؟ نفس الكلام برضو لو انت بدل ما قسمت من ناحية التايم، انت هتقسم من ناحية الفريكونسي. يعني بدل ما تدي لكل واحد وقت محدد، لا ده انت هتدي له ايه، فريكونسي معين هيشتغل عليه. يبقى مثلا الاول مثلا ايه، نود هتشتغل على فريكونسي كذا، تاني نود هتشتغل على فريكونسي كده، وهكذا يعني.
ونفس الكلام الفريكوينسي ده هو، انا لو جت فتره وما استخدمتهوش يبقى هو برضو هيفضل ايه، هيفضل ايدل. يبقى لو انا ما استخدمتش الترانسميشن تايم ده هو، يبقى انا كده مش ايه، مش هستفيد منه في اي جهاز تاني. يعني مثلا لو حد بعت، المفروض يبعت في 5 دقايق، انا طبعا هنا بتكلم هنا في تي دي ام، لو حد واخد 5 دقايق مثلا اتكلم دقيقه او بعت دقيقه، يبقى لسه 4 دقايق ما فيش اي حد ايه هيقدر يبعت، لازم يستنى وقته ايه، وقته يخلص. طيب فده هو، ده كانت اول طريقه اللي انت بتقسم الشانل على حسب الايه، على حسب الفريكوانسي او على حسب التايم، ماشي. واتفقنا ان دي كانت طرق مشابهه للتي دي ام والاف دي ام اللي احنا كنا اخدناها تقريبا المحاضره الثانيه، ماشي. ويعني دي كانت اول طريقه اللي انت بتقسم الشانل اللي عندك. الطريقه الثانيه اللي هي الراندوم اكسس. راندوم اكسس واضح جدا من اسمها، راندوم، انت تسيب اللي عايز يتكلم يتكلم في اي وقت، يعني اللي عايز اي نوت عايز تبعت في اي وقت هتبعت، مفيش اي ايه، مفيش اي قوانين او اي حاجه. طيب يعني الشانل نوت ديفايدد، ما بنقسمش الشانل، واحيانا طبعا هيحصل كده كوليجن، علشان لو كل واحد بيتكلم في راندوم، طب افترض ان الاتنين يتكلموا في نفس وقت الراندوم، صح ولا لا؟ يبقى هيبقى اكيد يحصل كوليجن. النوع الثالث اللي هو تيكينج تيرن. تيكينج تيرن ده هو الحاجه زي الراوند روبن، احنا اكيد فاكرين اللي هو اللي كان في الاوبريتنج سيستم. الراوند روبن انت كنت بتدي كل واحد حاجه زي ايه، زي قطعه كده، يعني مثلا هتدي كل واحد دور يخلصه يمشي، دور يخلصه ويمشي، ولكن دور بالعدل، يعني هتدي كل واحد دوره، يعني دور متساوي، كل واحد هياخد دور متساوي. يعني بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني مثلا هتدي كل واحد، لو واحد مثلا المفروض ياخد تيرن كبير، يعني مثلا في نود المفروض تبعت حاجة كبيرة قوي، ماشي، هتقعد برضو تاخد تيرن، يعني هتاخد دور زي دور الباقي، هندي لها قطعة نشوف الباقي وبعدين هنرجع لها تاني، وهكذا زي الراوند روبن بالظبط. هنشوف دلوقتي طبعا، هنقرأ عنها اكتر. يبقى احنا دلوقتي قرأنا مع بعض الايه، التي دي ام والاف دي ام، دي كانت اول طريقة اللي هي channel partitioning. الطريقة التانية اللي هي random access protocol، اتفقنا لما اي نود يبقى عندها باكيت عشان تبعتها بتبعتها، ماشي، في اي وقت، مفيش اي coordination، مفيش اي حاجة. طبعا لو two or more transmitting nodes بعتوا في نفس الوقت هيحصل ايه، هيحصل collision. random access MAC protocol specifies how to detect collision و how to recover from collision. ما هو اصل احنا لما استخدمنا طريقة زي دي فقام قالك بس احنا مش هنسيبها برضو ايه، مش هنسيبها عايمة قوي كده، ما الدنيا هتبوظ خالص، عايزين على الاقل طرق تعمل لي ريكفري، تمام، وتعمل لي ديتكت للايه، للكوليجن. مش احنا اتفقنا في طريقة الراندوم اكسس الكوليجن ممكن يحصل، صح؟ ليه؟ عشان هنا مفيش تقسيم. طيب يبقى احنا عايزين لما الكوليجن يحصل برضو ايه، ما نسيبهاش كده تماما، لا احنا عايزين نحلها. فهو قال لك ان انا احنا عندي اكتر من ايه، اكتر من حل، اللي هو سلوتد الوها والوها وسيزما، وسيزما سي دي وسيزما سي اي. سيزما سي دي اللي هو كوليجن ديتكشن. فكرة ايه كوليجن ديتكشن، اللي هو بيقدر من واضح جدا اصلا من الكلام اللي هو بيلاحظ لو حصل فيه ايه كوليجن. طيب عايزين بقى نعرف دلوقتي الطريقة اللي هو هيحل بيها الايه، الايه مثلا الكوليجن، او مش هيحل، الطريقة اللي هو هيكتشف بيها اصلا ايه الكوليجن. طيب الكلام ده كان موجود فين عشان بس نفضل، ماشي. اول حاجة ال NIC، ده طبعا ال NIC ده هو احنا عارفين اللي هو ايه، كارت الشبكة، خلاص، ده هو الادابتر اللي هو كارت الايه، كارت الشبكة. يبقى كارت الشبكة اول حاجة هيعملها اللي هو طبعا هيريسيف الداتاجرام من نتورك لاير، يعني هيجيله داتاجرام من نتورك لاير هيحوله لفريم، بعدين يقوم يعمل سنس للشانل، يعني بيروح يبص على الشانل، يبص على الكيبل اللي هو يبعت فيه، يبص على اللينك اللي هو يبعت فيه. لو ما لقاش اي حد بيبعت فهيبعت، ماشي، يعني الموضوع بسيط، لو هو لقى ان الشانل ايدل فهو هيبعت، لو لقاها بيزي فهيستنى. طيب لو كارت الشبكة عملت ترانسميت انتاير فريم وزاود ديتكتنج انذر ترانسميشن، يبقى الدنيا خلاص الموضوع انتهى كده، يعني انت اصلا كده كده ما كانش فيه ترانسميشن قبل كده، انت لقيت الشانل فاضية وبالتالي هو نقل، الموضوع انتهى، قصة لطيفة جميلة. اما لو هو لقى ترانسميشن تاني، يعني لو هو جه بص على الشانل ولقى فيه اصلا ترانسميشن شغال هيعمل ابورت، ماشي، يبقى تاني، يبقى هو في حالتين، هو لو جه
اول حاجه السيزما سي دي بيعمل ايه؟ عايز دلوقتي يبعت الايه، يبعت الباكت، يبعت اللي هو الفريم يعني. هيجي يبص على التشانل هيشوفها، لو هي ايدل هيبعت، حلو. لو هي لو في حد تاني بيبعت هيقوم ايه، مستني، وهيعمل ابورت، يعني هيوقف عمليه الايه، الارسال، لغايه لما ايه، لغايه لما الترانسميشن ده هي تخلص، وبعدين هيجي يبص تاني. ماشي، هيجي يبص تاني لو لقاها لسه شغاله، لو لقى نفس عمليه الترانسميشن لسه شغاله فهيستنى اكتر، وهكذا. ماشي، قال لك هنا اللي افتر ابورتنج اللي هو الكارت الشبكه انترز باينري اكسبوننشال باك اوف. يعني ايه باينري اكسبوننشال باك اوف؟ يعني في كل مره هو بيستنى فيها بيعمل ابورت، ماشي، بيضاعفها المره الجايه. يعني هقول لك حاجه، هو قال مثلا جه عايز يبعت، ماشي، فاتفقنا اللي هو لو لقى في ترانسميشن بيحصل هيعمل ايه؟ هيعمل ابورت، صح؟ طيب، وبعدين هيقف مدة كده وبعدين يرجع يبص تاني على التشانل، لو لقاها برضو في ترانسميشن هيعمل ابورت ضعف الفترة اللي فاتت، ماشي، لغاية لما ايه، لغاية لما يلاقي ان التشانل بقت ايدل، وبالتالي يقدر يبعت ايه، يبعت براحته. طيب، يبقى ده كان السيزما سي دي، طريقة الايه، سيزما سي دي. دي احنا استخدمناها ايه مع ايه، السيزما سي دي الجوريزم دهيت مع مين؟ ها، مع الراندوم اكسس بروتوكول، اللي هو علشان نحل مشاكل او نعمل ديتكت للكوليجن، او نتجنب اللي يحصل فيه ايه، كوليجن. طيب، عملناها اصلا ليه في الراندوم اكسس بروتوكول؟ عشان اتفقنا ان الراندوم اكسس بروتوكول ما بيقسمش الايه، التشانل، مش زي اللي هو التشانل بارتيشننج اللي هو بتاع اللي هو التي دي ام اي واللي هو الاف دي ام اي. حلو، كلام جميل خالص. اخر حاجه بقى اتفقنا ان هو اللي هي تبقى اللي هي راوند روبن، اللي هو كل واحد هياخد دور، كل واحد هياخد دور متساوي في النقل. يعني انا عندي مثلا اربعه هنا، ده عايز يبعت داتا وده عايز يبعت داتا، ده هيبعت جزء من الداتا، ماشي، وبعدين هيوقف، التاني ده هيبعت جزء من الداتا، وبعدين ارجع ده، وهكذا. يبقى كل واحد بياخد كانه بياخد ايه، قطعه من التورته كده، ده هياخد قطعة من التورتة لغاية لما يشبع، التاني هياخد قطعة من التورتة لغاية لما يشبع، بس قطعة ايه، قد بعض، ماشي. وبيبقى هنا في حاجة اسمها الماستر نود، علشان تنظم عملية الايه، عملية اللي هو الأدوار دي، يبقى يعرف يدي لكل واحد ايه، يعرف يدي لكل واحد دوره. ولكن قال لك ان في التيكنج تيرنز، الطريقة بتاعت التيكنج تيرنز دهيت، يعني البولينج نفسه دهوت، اللي هو حوار الأدوار دهوت ايه، ممكن يبقى في بطء شوية. وبرضه قال لك الليتنسي بتبقى تعتبر كونسيرن، وطبعا سنجل بوينت اوف فيلير، طالما انا عندي حاجه هي اللي بيعتمد عليها الطريقه او البروتوكول، يبقى فيه احتماليه كبيره ان هو لو هو باظ يبقى ايه، الموضوع كله باظ. ماشي، طيب، يبقى اخر مراجعه كده على السريع. اتفقنا ان الماك بروتوكول، اتفقنا ان دهوت مش الماك ادرس، لا، ده اللي هو المالتيبل اكسس بروتوكول، كانت موجودة ليه؟ علشان تهندل ان اكتر من نود اللي هي تبعت او يبعتوا مع بعض على نفس اللينك. ماشي، اتفقنا ان هو ممكن يحصل حاجة اسمها ايه، كوليجن، احنا عايزين نبعد عن الكوليجن دي. وبالتالي طلع لي البروتوكول، قال لك اول حاجة انا هقسم للتشانل، هنعمل شانل بارتيشننج، طب هتقسمها على حسب ايه؟ قال لك اللي هي تي دي ام اي هيقسمها لك على حسب التايم، قال لك الاف دي ام اي هيقسمها لك على حسب الفريكونسي. الطريقة التانية اللي هي الراندوم اكسس بروتوكول، هتدي كل واحد ايه، راندوم، يبعت في اي وقت هو عايزه، ولكن لازم يكون في بروتوكولز برضو علشان تقدر تحدد، او طرق يعني علشان تقدر تحدد ايه لو في كوليجن وتقدر تعالجه. واتفقنا، خدنا مثال اللي هو السيزما سي دي، تمام. السيزما سي دي بتشتغل ازاي؟ اهي في 5 خطوات، اول حاجه بتشوف، اول حاجه بتستلم الداتاجرام، بتحول الفريم عادي جدا، وبعدين بتشوف الشانل، لو كانت فاضية هتبعت، لو ما كانتش فاضية هتشوف، لو يعني لو كان في ترانسميشن هتوقف وهتعمل ابورت، ماشي، لغاية لما ترانسميشن يخلص، لغاية إيه بعدها ايه، تبعت. واتفقنا ما بين كل ابورت وابورت مدة اللي هي على ما تبعت تاني بت ايه، بتتضاعف شوية. والطريقة التالتة اللي هي تيكنج تيرنز، اتفقنا دي عاملة زي راوند روبين، كل واحد هياخد دور وبعدين هيمشي، ياخد دور وبعدين هيمشي، وهكذا عن طريق اللي هو الماستر. الماستر هو اللي هيبدأ يوزع على الأجهزة التانية اللي احنا سميناها هنا السليفز، تمام. وكل واحد هياخد سليفز يعني عبيد، يعني
كل واحد هياخد جزء يعني لغاية لما ايه، لما يخلص. تمام، بس كده الجزء ده انتهى.